هو خط الظهر ده وراه يعني حارس مرمى عملاق اسمه محمد الشناوي يا كابتن، قد ايه ساعدهم في البطوله السنه دي؟ شايف استفاد ازاي حتى من البطوله السنه دي من الدوري، وفرقت معاه في ايه؟ هو على المستوى كمان يعني على مستوى محمد، شايف ان هو ممكن يكون طلع بايه؟ انا شايف ان شخصيه محمد اكتملت، يعني النضج اكتملت النضج اللي حصل له، الفورمه الرياضيه اللي وصل لها اديته شخصيه واديته بوش بشكل كبير جدا، يعني حتى في 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 في, في شكله وادائه وتركيزه في المباراه تحس كده ان فعلا مركز طول 90 دقيقه، تحس بقى قائد نضج بقى. انا بعتبره ليبرو لخط ظهر النادي الاهلي في معظم الاوقات. سهام هاني كان بيقدر يعني يسد لنا ثغرات كثيره جدا بيقع فيها خط الظهر، وبيتعامل معاها كليبرو، وليبرو كمان على اعلى مستوى. فدي من ضمن الحاجات اللي اكتسبها الشناوي خلال الفتره اللي فاتت ديت، مع الشخصيه بقى طبعا بصفته كابتن فترات كثيره جدا كان كابتن الفرقه. فالكابتن بيبقى ليه دور كبير جدا، وخصوصا لما يبقى من ورا، يعني يمكن انا وهاني تملي اللي من ورا ده بيبقى شايف الملعب كله بالزبط. فيقدر يوجه الناس بشكل كبير، فهو بصفته كابتن واخر واحد في مجموعه فرقته كحارس مرمى قدر بشخصيته واسلوبه ان هو يوصل المعلومات المظبوطه لمعظم اللاعبين، يعني حتى صوته كان بيوصل لراس الحربه كمان. من ضمن الحاجات اللي عملها الكونتر اتاك اللي عمله في مباراه الجونه، الهدف اللي سجله مروان محسن كان بالظبط نادى عليه، يعني هو بعد ما طلع قطع الكوره نادى عليه وعمل له لونج باص الطويل ده اللي جابه منه هدف مروان محسن. فالشناوي مكسب كبير جدا للنادي الاهلي، وهو انا بعتبره احسن لاعب السنه دي، ويمكن هو مشارك بشكل كبير جدا مع زمايله في احراز بطوله الدوري العام. اكيد اكيد، وايدك تماما كابتن في موضوع النضج والشخصيه اللي كمان كانت بتظهر بشكل كبير في اوقات صعبه، وضربات جزاء اعتقد 7 ضربات جزاء صد منهم 4 ضربات جزاء في اوقات، وكلهم 4 ضربات جزاء متكرره ورا بعض المباريات، وفي اوقات صعبه جدا. حضرتك تشوف وهو واقف حتى ضربه الجزاء اللي جت علينا في مباراه الوداد، كميه الهدوء والثقه دي كمان يعني بتدي له كمان اريحيه ان ما يكونش في عصبيه في الاداء، وبالتالي تركيزه كبير قوي على الكوره، ودي من الحاجات اللي مميزه بيها دلوقتي. فيعني انا بايدك تماما في الجزئيه دي.